وهناك فئة تسببت في أذية الإسلام وهم الذين سيسوا الإسلام لأمورهم السياسية ولأمورهم الدنيوية وجعلوا الإسلام مطية وقاموا بلي ولوي أعناق النصوص الشرعية سواء من الكتاب والسنة لتوافق أهدافهم السياسية ومصالحهم الدنيوية، وهذا لا شك أضر بالإسلام ضرر كبير. هناك فهم هناك خطأ كبير في مفهوم أو في فهم النصوص الشرعية قام بها المسيسون للإسلام من فئات الإخوان المسلمين والسرورية وغيرهم من الفئات الضالة التي خرجت من رقة الإسلام حقيقة وأضر بالإسلام والمسلمين، ونتج عن ما رأيتم من أعمال إجرامية أضرت بنا نحن في بلد الإسلام في مهبط الوحي، وأضرت بكثير من الناس بسبب ما قدم لهم من أفكار ضالة مبنية على فهم خاطئ لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.